هي حقيقة هسه أنا بديت أسجل، بس هي أنا أريدها يعني كلش واضحة، يعني هي هاي العملية حفر، سوري على ما حصل مال تسجيل أي المفروض. أوكي هسه عندنا ظل تستمر يعني تقرأ increase conversion of collection، ده يصير عملية ممكن بعض الأسطر مكتوبة تفيدنا شلون الميكانيزم اوف اكشن ما تشتغل. كلينيكال يوزز يعني مثلا هو كلش انكريز نورمالي، يعني اكو انكريز باللو دنسيتي لايبوبروتين هو راح يقلله يقلله، يعني هو هذا العمل مالته قلنا. فإذا تقرأها clinical uses adverse effect أيضا أقرأ. عندك النوع هو النياسين، هذا النياسين يعني كدراج هو نيكوتينيك أسيد ويسوي ريديوس للأوضياء نسبة معينة ويزيد الأجزاء. ولو يسوي لور الترايجليسرايد هاي ماخذين احنا من الكتب، ايش قد يعني انت مو ترى تعتمد على الدواء 100%، يعني ممكن يعني الاكسرسايز ويا يعطيك نتائج كلش فظيعه. اي فاذا يعني هو مرات تاثير هذه الادويه تعطيك فائده ما تزيد عن 30%، لذلك مرات اذا نياسين ياخذه واحد ويريد ينزل مثلا الالديال او الترايجليسرايد او الاتش دي ال يزيده، نخلي ويا انذر ايجنت مثل استاتين، واحده من الاستاتين يعني يقوم المريض ياخذ نوعين، يعني مرات الاستاتين نوت انف نضيف له نياسي، لذلك a combination of two agents it is possible. فإذا هم ماذا نقرأ على الميكانيزم of action، هو قلنا يقلل حياته نياسين reduce liver triglyceride and so on. راهن يعني clinical uses هم اقراه وشون ممكن ان نضيفه ويا دواء. يعني هي هذه المحاضرة فقط حفظ اسماء وين يشتغل، وعندك الابنورمال اللي يصير due to the lipid شنو ويا دواء هو الاحسن، يعني ما يبادلها ابدا، بس كون تقراها وتحفظ. اكو نوع الخامس هو يأثر على الليبيد هو الكوليسترول absorption inhibitor، هذا الازيتيماب ايضا موجود، جماعة يشتغلون بالصيدلية يعرفوه، هذا inhibit absorption of dietary and biliary cholesterol، يعني هذا يشتغل على الدايتري اوكي، يقلل absorption مع الكوليسترول موجود الدهون الزايدة الذي ياخذها الانسان الذي يعني تمتص اعتياديا هي الدراج يصير امتصاصا هو بالانتستين هاي فالامتصاص مع الكوليسترول راح يقل، فاذا دواء حلو يعني، بس انت تصور ترى يقلل 17% من الامتصاص المعدة، يعني تتصور انه انت تاخذ الدواء وهذا الدراج بس هو يقلل absorption of any dietary dietary take by the patient اللي هي ريتش بالكوليسترول.
ممكن يعني هذا مرات ما يطو وحده، يطو يعني ويا الاستاتين ايضا كنسبه. فاذا وارد انه هل ممكن نطي ويا الاستاتين؟ اي ممكن ان نطي، واحنا تدري اسئلتنا كلها ام سي كيو. Another, the last, I believe, the last one, decrease of fatty acid, هو الأوميجا fatty acid. أوميجا اللي يشتغلون بصيدليات يعني يعرفون هي الأوميجا، هي الدهون الموجودة بالسمك أكثر شيء، مصدر مالها بالتونة بالسلمون. لذلك واحد يكثر من الأسماك، أكل الأسماك وخاصة هاي المعلبة منها تونة بألف دينار، إذا واحد يستمر عليها خلال أشهر الذي عنده زيادة بالترايجليسرايد خاصة يقلله. تدري الترايجليسرايد بعد بعض الناس ما توصل فد رقم خيالي ما تتصوره، يعني تراجليسرايد مفروض هو كرقم 165 يجيك واصل لل600 لل700، لان كل لفات ودهون ورايح وشباب وما يدري شكو ماكو. فاذا واحد احنا ما نقول لا تاكل لفات ولا، لكن كثر كثر من الاسماك مثلا هي اللي بيها اوميجا 3، وموجود حتى بالسوق هو الكوليسترامين انسون مكتوب عليه اوميجا 3، هو مستخلصات من الدهون هي اللي تحصليها من الاسماك وغير الاسماك. اوكي، فاذا اوميجا 3 احفظ الايجنت واحفظ عنه فائدتها، هو فائدتها اكثر شيء للترايجليسرايد، وانهبيت فيري لو دنسيتي لايبو بروتين، وله علاقه ايضا بالترايجليسرايد سنتسيس ان ذا ليفر ايضا يقلل. اوكي، هسه احنا نروح حتى للابيليبسي، خلي شوية يجوز نستراح. قبل الاستراحة غيث غير غيث من يحكي وياي؟ علي ما كل يوم. ألو، صباح الخير دكتور. منو؟ صباح الخير علي. علي موجود دكتور. يعني وين علي؟ يلا خلصت هاي وردة علي، والله ما قصرت يعني. النت مالتي تعبان شويه، ما دخلت والله. اي والله مشكله النت، لبالي ادز لكم اياها المحاضره الصبح. اي الساعه 9 من اخلص ادزها، ويعني ان شاء الله خير. هو علي المعلومات انه هي هاي المحاضره مثل ما قلت الاخيره يعني تقريبا، وان شاء الله اذا اكو سؤال شيء عن طريقك مثلا تقدر توصل لي، لأنه الامتحان أصور يحصل بعد فد أسبوعين، ما أدري وما وصلك الجدول، مفروض اليوم يوصل لكم إياه وإن شاء الله خير. علي غايت بقية الجماعة أنه شوي ناخذ راحة حتى هسه، ونبدي بال9:30 شوية، نبدي بال9:30 اللي ناخذ ابيليبسي صرع، وان شاء الله ناخذ ادوية الصرع. يلا اترككم ونرجع ثاني مرة بال9:30. يلا ان شاء الله، مع السلامة.
قلنا نكمل محاضرتنا. هو الانتي ابليبتيك دراكس صرع. طبعا الابليبسي هو سببه اكو يصير ديسشارج بالنيورون ان ذا برين فد اريا، اي اريا ممكن يصير بيها ديسشارج فايرينج هاي الاريا. هاي الاريا يسموها هاي بالاحمر الفوكس، يعني هي بداية الديسشارج الذي يصير ممكن تسوي لنا الابيليبسي. يعني احنا المتعارف عليه بالنيورونز اكو اكسايتاتري واكو انهيبيتري نيورون. الاكسايتاتري طبعا هو جماعة الاسيلكولين والادرينالين نورادرينالين والجلوتامين، والانهيبيتري نيورون الذي تشتغل بالنيرف هو الجابا، جاما امينو بيوتريك اسيد. فيجب ان نعرف اكو انهبيتري واكسايتاتري. زين نجي للسلايد الورا. الاكسايتاتري من يصير يعني due to acetylcholine or noradrenaline ممكن يصير cause influx of sodium in the neuron. روح يدخل sodium يصير excitation. Inhibitory mediator يمنع influx of sodium أو increase the chloride influx يعني بدي الثانية. الفوكس يعني هي أساس الكورس reducing the inhibition on the neuron rather than excessive excitation. يعني الانهبيشن يصير بي reduction. فإذا لا بأس أن نعطي جابا inhibitor neurotransmitter or drugs like GABA to increase of the inhibitory action حتى نقلل excessive of excitation. اكو equilibrium يصير بين inhibitory and excitatory في البروبلمز ويل اكسايتيشن. الابيليبسي ممكن تيومرز انجري انفكشن بروديوس فوكس، يعني هاي الفوكس تتكون انفكشن تيومر يصير بالبرين فراح يسوي لنا هذا الفوكس. وهذا الفوكس ممكن يصير بي سبريدنج يتوسع اكثر ومشكلة الابيليبسي راح تزيد. واضح؟ هو كتقسيمات الابيليبسي يعني ما نعتبره قسم واحد، هو generalized sorry two types either partial or generalized. البارشال يسموه focal partial يصير discharge بالنيورونز simple discharge مثلا بسبب يجوز infection فيسوي لنا partial focal نعتبره بسيط هيماتوما ممكن نسوي. هذا البارشال ايضا نوعين two type انقسم نوعين partial عن الفوكال يسموه simple partial و complex partial. simple partial يصير بجروب اوف هايبر اكتيف نيورون جروب يعني مو سبريدينج مو كل شواز. الكومبلكس لا شوية اوسع ممكن يصير يقوم
ابيليبسي ممكن تسوي له هلوسة، تسوي له منتل ديستوريشن، ممكن يصير عنده لوس بالكونشنس، ممكن يصير عنده موتور ديس فانكشن، يقوم يتحرك حركات غير طبيعية، تشوينج موفمنت، ممكن يصير يسموه كومبلكس بارشال. فإذا الفوكال هي تو تايبس، ايذر سمبل بارشال او كومبلكس بارشال. جنرالايز تو سكند تايب، هذا اول يصير في مكان يعني ديسشارج بالبرين، بعدين توسع، بعدين سبريدنج وبروديوسينج اب نورمال الكتريكال ديسشارج، وهذا ممكن يكون convulsion يصير او نون convulsion، بس يصير بي لوس اوف كونشنس. ما ادري اذا واحد ما شايف واحد عنده ابلبسي وشلون يوقع، يعني هو مرتاح وهذا، واذا يوقع مثلا من القعده مالته يوقع على الكراسي. طبعا هو قليلين عندهم ابلبسي، بس يجب ان ما ينترك ليس الشخص الذي خاصة عنده جنرالايز، لأن هذا ممكن يصير disturbance all the brain، وبعدين يفقد، يكون ما يسوق سيارة، بالجلسات ما يجلس وحده، يعني يحسبوا الحساب، توصية من الطبيب إلى أهل المريض. الجنرالايزد هو بالمشاكل غير ذاك الفوكال الذي يعتبره بسيط، بخمس تقسيمات، 5 main subtype. generalize ينقسم الى 5 main subtypes. اكو نوع يعني A, B, C, D and E. الA يصير يعني مشخص characterized by tonic stage, clonic stage and relaxation stage. وقت tonic تجي علامات الابيليبسي خلال 30 اشارة، بعدين clonic هي مشكلة البروبلم ممكن ان تحصل له من دقيقة الى دقيقتين، فانت يجب ان تسيطر عليه، تخليه تركي، لان بالكلونيك اذا تضغط عليه يرفس، يقوم اكثر وتتطور اكثر، بعدين وراها يصير ريلاكسيشن، يعني تطلع من عدة تنفذ. لذلك هذه احنا نحكي جنرالايز تونيك كلونيك، او يسموها جراند مال. جراند مال هاي تحصل إذا المريض ما ماخذ أدوية، ما معالج، ما مشخص، وخاصة بداية المرض. لكن لا، إذا أخذ دواء وباستمرار وبانتظام وجرع محسوبة، فممكن أنه ما تصير عنده إبيليبسي، يصير رجل طبيعي واعتيادي. فإذا الأدوية وايو كثر راح ناخذها، الذي هي مطلوبة من عندنا يجب أن نحفظها بعد أن نتعلم هو الجنرالايزد أنواع. عندك البي يسموه البوتيتمال، بوتيتمال هو الضعيف، ذاك يسموه جراند مال. مال بالفرنسية كلمة فرنسية حقيقة، هو المكتشف ماله هو فرنسي الأصل. مال يعني ألم، مريض، مرض، ألم مرضي. بوتيت مال هو سيزرز. هذا يصير في الترانسينت لوس اوف كونشنس، يعني
يعني ممكن ابسن او البوتيت ميل، يعني هو يسوق سياره 10 الى 15 سكند تصير عندها الحاله وبعدين يرجع طبيعي. ايضا واحد يجب ان يكون حذر. النوع الثالث قسمه، هي تقسمت الجنرالايز على هي الشكل. النوع الثالث هو مايوكلونيك سيزر، يصير this scissor consist of short episode of muscle contraction، هم ايضا short خليتها short ممكن ان تصير وفد ورا وقت ممكن يصير بها recover. Myoclonic scissors are rare occur at any age and are often a result of permanent damage acquired. يعني اكو في الدمج في مكان ما، ممكن اكو سبب مثل hypoxia, uremia, encephalitis، ممكن drag poisoning drag يسوينا هالmyoclonic scissors. عندنا سوي ميوت، سوي ميوت، لا سوي ميوت لا اللي يشعر اكو، لا سوي ميوت لان حتى نكمل المحاضرة ولا بأس بسماع اي شيء ان شاء الله. عندنا A B C D مايكلونيك فيبرايل سيزر ان تشيلدرن، هذا يحصل بالاحمر الصغار ايضا ممكن ان تتابع هذا الشيء فبراير، ممكن يسوينا جنرايز تونيك كلونيك، بس هو يصيب يسموه فبراير سيزر ان تشيلدرن، اي شوي تتابعها باعتبار هذا خاص بالاطفال. زين يعني ممكن عمرك 3 اشهر الى 5 سنين يحصل عنده ابيليبس. عندنا اكو نوع هو الستيتس ابيليبتيكس. الستيتس ابيليبتيكس شنو؟ يعني تحصل الحالة بوقت كلش قصير وبعدين يرجع طبيعي، وبنفس الوقت ولك وقت يرجع هم ثاني مرة، فلذلك تتكرر هاي الابيسود مالت الابيليبسي، يعني اكثر من مرة، اكثر من ما يطيب ويرجع او يطيب، هاي كلش خطرة خطرة. يراد له يعني اذا ينترك المريض او ينترك الشخص مكانه وصير عند هاي الحالات فيتا، ممكن فيتا تسوي الموت. يراد له هيج مرض خاصة بالستيتس ابيليبتيكس ان ينطي علاج مستمر. المود اوف اكشن اوف انتي ابيليبتيك دراجز، يعني هو الاساس احنا السبريد مال سيزر نريد نقلله، فان كل الادوية الذي ممكن ان نختار واحد من عندهم راح نعددهم، هي تقلل السبريدنج مال السيزر. يعني احنا الاساس نقلل السبريد الذي هو الخربطة الذي يصير، مثلا الخربطة وهي اساسا لها علاقة بالصوديوم بوتاسيوم كالسيوم ان كلورايد ايون، ولها علاقة بالجابا ليفل. جابا ليفل يعني ذني اللي يسوون اكسايتاتري، هاي ذني، والجابا هو الذي ميجر انهبيتري. الانتي ابيليبتيك دراجز قلنا اهم شيء يجب انه نشوف شن هي الدراجة. هو الاول دراج هو الايثوساكساميد، هذا يأثر بلوكس
باسكو تايب مع الكالسيوم شانل يسوي بلوك للكالسيوم، ممكن ان يكون هذا اكتيف ان ذا ابسنس تايب 1 ابسنس سيزر. عندنا كلينيكال يوز، يعني وين يستعمل؟ بالبوتيتمال ابيليبسي عندك سايد افكت، ايضا شوي تقرأنا. الصوديوم فالبرويت اللي يشتغلون بالصيدليه يعرفون ان الفالبرويك اسيد هو هذا اكثر معظم الناس ياخذون. صوديوم فالبرويت انهبيشن اوف ذا جابا ترانس امينيز انزيم. تدرون هذا الجابا ترانس امينيز انزيم هو الانزيم اللي بيسوي لنا الجابا. فاذا هذا يسوي تكسير للجابا، سوري يكسر الجابا، يقلل الليفل مال الجابا. فاذا سوينا له انهبيشن راح يزيد الجابا ليفل، واضح؟ اذا سوينا انهبيشن لهذا الانزيم الذي هو اساسا يكسر لنا الجابا، اذا سوينا انهبيشن بالصوديوم الفالبرويت راح يزيد الليفل مال جابا، وهو هذا الاساس. ممكن انا قلت هذا يستخدم بشكل شائع عند الاطباء المرضى المصابين بالابيليبسي، لذلك نكتب عليه يستخدم بالاول تايب اوف ابيليبسي، هاي تايبس اللي اعتدناها، وخاصة بالابسنسز درج انتراكشن ايضا ما ننسى واحد يطلع عليها. خاف هذا المريض ماخذ دواء اخر، فيجب ان نحسب له حساب سايد افكت. هذا من مشاكله ويسوي ستيمولايت للابيتايت، يعني ويت جين يزيد الوزن، وهذه مشكله. وعنده ايضا تاثير يسوي تمبرا الوبيشيا، يعني تساقط الشعر. ممكن اذا نقطعه او نغيره بدواء اخر يسوي يرجع ريجرو اجين بين بهير. عندنا نوع من الانواع جماعه البنزوديازابين. تدرون البنزوديازابين ايش خدناها؟ هي منوم هيبنوتيك ايجنت، إلها علاقة طبعا على اليمن على الجابا ريسبتر، مو تذكرون على الجابا ليفل. عندها شو انتي ابيليبتيك اكتيفيتي. فبعض الأدوية مثلا ديازبا ممكن نعطيها يزيد لنا الجابا ليفل، ويعتبرون ديازبام نعطيه جماعة الابيليبسي سيرتن دوز. يستخدم ايضا اكثر شيء بالستاتس ابيليبتيكس ديازيبام. كلونازيبام ايضا يستخدم، ويستخدم مثلا بالبوتيتمال او المايوكلونيك اتاك كالترناتيف ادراكس. عندنا انذر ايجنت هو الفينيتوين. فينيتوين هذا له علاقة بالصوديوم بوتاسيوم الكالسيوم فلوكس اكروز ذا ميمبرين. يستخدم بالجراند ميل بارشال ستيتس ابيليبتيكس. كاينتك قلنا دائما واحد يجب ان يقرا عنه. هذا مشاكله، يعني ما يصير واحد يسوي جامبينج يوميا يشتري دواء من شركه، لان الاكسبيانت والتصنيع الدواء من شركه يختلف عن شركه اخرى، لذلك يجب ان تاخذ من نفس الشركه، لان هذا الدوز تثبت من قبل الطبيب، واذا نأخذ من شركه ثانيه يعني هنا أنا مرات حق المريض نقول يريد نفس الدواء ما يغيره، وهذه من مشاكل فينيتوين انه يجب ان يكون من نفس المصدر مال التصنيع.
أدنى كارديو مانزيبين والتيجريتول هذا إمي براميل أنتي ديبريسان أيضا إلى علاقة هذا بلوك للصوديوم شانل مثل الفينتاين اللي كلينيكال يوز إحنا قلنا شوية تقرأهن وتحيط قراءتهن وحتى تميزهن مع بقية التايبس يعني حتحاول يعني سيطر عليها. مثلا هذا يستخدم بالجرامر بارشل ريبليبسي دراج اوف تشويس اند سو اون تخليه والساعه ادفيرس افكت ايضا لا تنسيه. ممكن يسوي لنا ديبلوبيا يسوي لنا ريسبيراتوري ديبرشن ويراد فولو اب للبيشن. عندنا نوع هو الباربيتشوريت ايضا الباربيتشوريت تبقون الباربيتشوريت ايضا من المنومات هو مثلا فينوباربيتون تبكرون ميكانيزم هو الفينوباربيتون انهانس اكتيفيتي اوف جابا وهذا دائما احنا نريده يعني يجب ان يسرع الجابا تواجد الجابا فإذا شيء جيد. هذا يعتبر كل زين كالترناتيف انذر ايجنت إذا ما كان يتجاوب نطيب الجراند مال اند بارشال ابيليبسي. إضافة الفينوباربيتون نعتبر من الباربيتشوت هو بريميدون وهذا يعني structurally related to phenobarbital. واضح هو ك non active بس بال in the body يتحول البريميدون مايسولين ايضا موجود بالصيدليات الى فينوباربيتون راح يشتغل نفس الشغل مال الفينوباربيتون يستفيدنا بالجراند ميل ابيليبسي. اكو another agent هو الفيجاباترين act irreversible هذا inhibition of GABA مو reversible يعني مشكلة راح يصير بالاكيوميشن للجابا يعني راد حساب من يصير اكيوميشن مع الجابا اكثر من اللازم بس هو بكل الأحوال يعني مو ينقطع يعني إذا تقدر تقطع هذا الفيجا باترين ولا فترة ممكن أيام يرجع يصير يعني ممكن سنتسيز أوف جابا يعني زيادة الجابا حتى يزيد كلينيكال يوز أيضا مقسمة. another type هو الجابا بانتين هذا analog مع الجابا هو ما يشتغل على الريسبتر يغير الجابا ميتابوليزم يعني المهم ممكن يشتغل على الانزيم يعني ما يخلي الجابا ميتابوليزم اكت لذلك تشوف يصير من يستخدم الجابا بانتين يصير accumulation مع الجابا. لاموتيريجين another أيضا agent يعني أريد أن تابع هو like phenytoin اللي علاقة بالصوديوم channel صوديوم channel effective كمونو ثيرابي كل جيد بالبارشل سيزر أموتاجين. اللاست وان هو توبراميت هو التوبراميت ميكانزم بلوك صوديوم شانل ويسوي بوتنشيشن للإفكت مع الجابا توبراميت بيستخدم بالبارشل جنراليز تونيك كلونيك سيزر. حقيقة يعني هي هاي المحاضرة أنا أشوفها سلسة بس يعني يراد لها واحد حفظ
يحفظ الأشياء، كاس ما أدري ميكانيزم أوف أكشن، ويقارنها واحدة بالثاني. وأنا أتصور حفظ، يعني هاي حفظ، لذلك الفارماكولوجي الراد حفظ. صح أنت بالصيدلية، يعني الراد متابعة، الأدوية تمر عليك دائما باستمرار باستمرار، يعني هي مو اللي توقف صيدلية، يعني أنت تفتح أي كتاب أكو مصور للأدوية، ماكو شيء اليوم كله تتصور، تفتح بجوجل ثاني أي دواء جديد ممكن يطلع بالأسواق، يوصلني بالصيدلية رأسا على جوجل، أكتب لي الاسم مالته، يعني تريد نيم أو جينيريك نيم، اثنيناتهم يعطيك نفس التجاوب، ماكو مشكلة، بس تكون الحروف تكون مضبوطة ويطلع لك الصورة والشكل. فيعني وهذا مريود، لأن قاعد تنزل يشتغل بالصيدلية، دا تنزل أدوية باستمرار، يعني مونثلي، ما عندنا احنا مجلة توصلنا وتعطينا أنواع الأدوية، يعني ما أدري، لابد أكون يكون أسبوعيا، كنا بالخارج يعني، كانت توصلنا مجلة تصدر كل أسبوع شكو جديد إلى علاقة بالدواء نطلع عليه، يسموه current content، يعني فحلو، يعني الشخص الصيدلاني أو الطبيب اللي يريد يتابع توصل هاي المجلة لكل الأطباء والصيادلة مجانا توصله، ويتابعها ويحطها على شكل مثل الجرائد، شلون يحطون واحدة فوق الثانية، هاي يحطوها الكرنت كونتينت. بس الساعة طبعا بعد ماكو، احنا نعتمد على الكتب، كل جاهز يجينا، بس حلو من واحد يعني يظل الكتاب هو هم مهم، شو وقت ما تريد تقلبه، شو وقت ما تحط بالتساوي، وتريد تشوف ايش صار هالاسبوع والاسبوع اللي وراه والاسبوع اللي بعده. ولذلك تزيد الواحد انه يشارك بأن يكون دواء جديد أو فد بحث جديد، لذلك أشوف تصدر يعني بحوث واقعية وحقيقية وإنتاج مستمر، ويأخذ الموافقات وينتجون الدواء. أوكي، أنا أستمع من عندكم، لو واحد يريد يدخل وياي ينطينا شنو شكو ماكو، ايش تقولون عن المحاضرات؟ ايه اكو صباح شيء؟ الخير دكتور. اهلا، هلا منو؟ مرتضى دكتور، مرتضى. انت مرتضى دائما موجود، ما بين مرتضى حزب، مرتضى لا شنو؟ دكتور، مرتضى اسلام، مرتضى محمد. اي جيد، تدربت على مود مادة الميد، قد راح تدخل؟ قصدي الفاينل عفوا. والله حقيقة انت شو تقول؟ كل ندخلها غير؟ لا دكتور، المفروض ما تدخل لان المادة صارت هواي. ساعات هواي، والله لا، احنا خلينا نشوف السيستم اللي بي، يعني البقية رحم اكو هيجي اتفاق بيناتنا، يعني طبعا احنا ما يعني بيناتنا نشوف، يعني ممكن الامتحان مال الميد مثلا ما يدخل او يدخل، او يعني نشوف الفلسفة احنا كل سنة نسويها، انا اقول لك ايه، بس شلون يعني ظاهر الريف كليتنا نتفق سوا، حتى كليتنا متفقين على رأي واحد، ما يصير أستاذ يقوم يحشون عليه وأستاذ رايح أكثر، فإن شاء الله تبشر بخير. بس دكتور، مرتب والتسجيل مال المحاضرة السادسة، ثالثة، السادسة مال أنالجسك المسكنات ايه الأدوية. التسجيل ايش بيها، ما وصلت؟ لا ما وصلت دكتور. ايه توصلك ان شاء الله السادسة، كتبت ملاحظة حضر السادسة، ايه
هذا ما راح نالجسك ايه وياها دورك منو كانت ايه بمحاضرات الادويه مالها هيبنوتيك وسيديتيف ايه قراتك بالحاسبه مال حضرتك وما اقدر اقراها، تعرف يعني هاي تفيدنا حتى ورا التخرج، فيعني اذا تقدر تعيدها ما نكون ممنونين. هي في اي وقت ترى شنو كوبس وندزه فشردت مرتضى شنو قلت يعني بالضبط تريد المحاضرة كانت رقم 2 بالمد، يعني من يلا سمعتها بس 5 دقائق. محاضرة رقم 2 ها هي بالنسبة للساوند الدكتور كانت بس 5 دقائق متوفرة، حضرتك عندك مشكلة بالحاسبة كانت وبالتسجيل ما نزل. والله خلينا نشوف على الوقت يعني كنا نسجل من جديد ترى اقول لك مرتبش وهاي موضة جديدة مال تسجيل ما كنا سابقا شو نطل المحاضرة ذاك من ذاك اللي يحط الموبايل مالته من الاستاذ ويسجل شو ما كنتوا تسجلون دكتور احنا هسه من المرحله الاولى كنا اي محاضره نطبقها نسجلها، بس هسه ايوه الدكتور يسجلها حتى يعني اي ايوه دكتور تصير بس عنده احنا مشكله بالحاسبه يرجع يسجلها بشكل منفصل، يعني كل الدكاتره هيك وتنزل. اي لا لا صحيح يعني كلش يعجبني فاذا اذا هاي اشوف لك اياها ان شاء الله ان شاء الله مرتبة نكون ممنونين حبيبي باستاذ الدكتور. مرتبة حبيبي بعد اذا اكو حلو يعني حتى ما يعني تفيدنا المستقبل اذا انا لاحظت يعني اذا تسألون التسجيل اي الظاهر يعني